بعث صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى اخيه فخامه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين الشقيقه رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه بوفاه الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه. وعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفلسطيني الشقيق سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأشاد سموه في البرقية بإسهامات الدكتور صائب عريقات رحمه الله في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني